رجالي يا رجالي مش بالحق انا معاك اطلع تامي 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 والحاجة قاعدة تصفي اسناني لا مش فاهم انت كده خطفني وانا مش هسكت اخرسي اهدي وسيدي الجاهي كلها قسما بالله العظيم ادفنك هنا حية ليه اخرسي استنى يا عمي في ايه يا عمي اللي حصل بس اللي حصل طلع يا فوق هدي نفسك يا عمي بس وفهمني ايه اللي حصل جبرية مع مين البت دي مش عايزها تشوف الشمس ها ولا حد يشوف دي فهمت إلا فاهمة حسن فين؟ حسن نزل مصر وما قاليش ليه؟ وما نش عرفني يا عمي أنا ما أقدرش أقوله أنت بتعمل إيه ولا بتروح فين؟ ده كان يذبحني جبرية قول المران يكلم أخوه ها؟ يشوف بنت عمه في مصر ها؟ ويجيبها من شعرها صح لازم يجيبها من شعرها وكفاية فضايح والله كنت عاوز أقول لك كده من الأول بعدين قلت وأنا مالي ماليش صالح البنات العمهم عاوز يربيهم يربيهم وكريمة بشوقها عايزة تيجي أهلا وسهلا ما تجيش هي حرة البنت دي مسؤوليتك بس كده عيني فز يا بنت ولك عليا كمان أربيها لك من أول وجديد أنا متربية كويسة يا جبرية اسم الله اسم الله على الرباية واللي متربية هتقول جبرية كده حاف فيش عمتي فيش خالتي فيش امي جبريه عايز انا اقول لك يا عمتي وخالتي اقولهم لك ازاي وانت قاتله ابويا ليه وانا مالي هو انا اللي قلت له ابعت الفلوس ولا يديها للي يضحك عليه ويسرقه لا يا حبيبتي ان كان على اللي موته اسال امك هي اللي نحلت وابره وخلت ابوه يموت وهو غضبان عليه وبعيد عن اهله لكن أنا حيالله مرت عمك يا حبيبتي مرت أخوه ولو كنت أقول مرة عليه كلمة ولا أقول عمل ولا ما عملش اسألي كان يكسر لي دماغي معلش يا حبيبتي أنا هعلمك إزاي تتكلمي مع الأكبر منك من هنا ورايح ما عايزكش تعصب روحك يا أخوي ولا تضايق نفسك ما تتكلميش يا فوزية مش عايز حد يتكلم خالص قسما عظمة اللي ما هتحترم نفسها لكن دفنها بالحياة ها؟ أي حرمة هتعمل حاجة كده ولا كده هقتلها لازم تعرفوا أنا هنه الراجل وكلكم تحت يدي واللي هتعمل حاجة هتفنها بالحياة جاتكم الهم أنا مين أنا يا عمي أخرسي قدامك كمان صح يا أخوي جاتكم الهم يلا يا هم انت وهي على فوق قدام يلا يا حلوة اطلع يلا يا حلوة اطلع يا هم انت رحمة ابويا معصب هتعملي ايه جبرية لا اوعي ايدك لا سيبيني بقى اطلع اطلع شمال انت وهي سيبي ايدك يلا 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 يا يلا تعالى يا قلبي تعالى مش قلتلك مش قلتلك ملناش عيشة في البيت ده أدي أخرتها بيقولك اخرسي مش عايز أسمع صوتك وقال إيه؟ هيحطك تحت رجليه ويدبحك زي الفرخ طب ده هيعمل معاك إنتي كده أخته دمه ولحمه أمال هيعمل معايا أنا إيه؟ اسمعي يا بنت الناس اللي بقولك عليه ده لازم نعمله إحنا لازم نخلع من البيت ده يرضيكي يرضيكي ربنا يرزقنا بحتة عيل يطلع يتربى في الهم والنكد ده يرضيكي يا روح قلبي المأمور كان هنا عايزيه ورا آخر بيسأل عن أمي يسأل عليها ليه كان عايز أحقق معها عشان موضوع مدلال يحقق معها انت قلت له ايه؟ طردت بالطريقة رايح فين يا جدع انت؟ رايح فين؟ هاتوا
هو المأمور جه هنا؟ أيوة جه يا أبوي. والناس بيقولوا إيه على كامي؟ مجنون. وهو اتجنن فعلاً؟ من زمان يا بالحج. والمجنون بيودوه فين يا مروان؟ راح فين يا حلو؟ أنا لو ما خرجتش من هنا دلوقتي حالاً هعمل لكم مصيبة أكتر من اللي عاملاها أنت وأمك. لا بقول لك أنت ما تعرفينيش، أنا لما بتهب معايا بقول لك إيه؟ هبي عشان أعرف. يا بت ده أنت ما تاخديش في يدي ساعة، أبوكي ذات نفسه الله يرحمه خدش في يدي دقيقة. بقولك أنت أنا كنت السبب في موته، ولو ما كانش مات في المستشفى كنت حكتله تاني عارف. انت وامك واخواتك بعون الله هدفينكم بيدي هتجيبوا لنا العار يا بنات كريمه. في ايه يا جبري؟ عمتي هاني عمتي لسه قايله دلوقتي حالا بعظمه لسانها ان هي اللي قتلت ابويا. والله العظيم يا عمتي قالت كده. والله 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 انا يا بنت انا اعمل لك ده في عبد الله الله يرحمه، ده كان حبيبي وانت عارفه. اعوذ بالله انت وامك كدابين. انا ما بكدبش يا عمتي صدقيني. ابوكي مات في المستشفى يا بنت انت اتدبيتي، انا مالي اختب اللي حوصل. اعوذ بالله هو سواد القلب يوصل لك ده؟ تعالي معايا يا زينب. على فين يا فوزي؟ هتقعدي معايا. عيب ده انت عروسه جديده. سيبيها لي يا جبريه. عبد الحكيم قال انا المسؤوله عنها، يعني انا المسؤوله عنها، وانا هنا ورايح كلمتي هي اللي تتسمع وكلمتي هي اللي تمشي. ولا احنا ما حنعرفوش ندور البيت ده ولا ايه؟ وما عايزاش اسمع حس مره واحده في البيت ده بعدي، فاهمه يا فوزيه؟ انت اتجننتي يا وليه؟ انت بتمد يدك عليا؟ فوزيه ده حبيبتي صح واخت صح وعلى راسي، بس البيت ده بيتي انا، وانا اللي هقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، فاهمه حبيبتي؟ يلا يا اختي اعمل جوزك ده كربطت يمكن ينفع. وروحي بتزجيني يا جبريه؟ روحي يلا انا هفرجك. يلا وانت يا حلوه من هنا ورايح تسمع اللي يتقال لك وتعمل ايه، وما اسمعش قصك واصل، فاهمه يا بت؟ اعوذ بالله زادكم القرف. تفضل الشاي. طلعني من هنا، افتحوا لي الباب، افتحوا لي الباب، انا عايزه امشي، افتحوا لي الباب. اسكتي يا زينب اسكتي. عايز ايه؟ عايز اتكلم معاكي. هتقولي ايه؟ هتبرر اللي انت وابوك بتعملوه؟ لا عايز اقول لك الحقيقه. اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله ابويا بخاف عليكي. لا والله مش هو لوحده، انا كمان. انا مش عايزه حد يخاف عليا، انا مش عيله صغيره، انا عايزه امشي من هنا. مش عايزه امشي. لا صغيره مجنونه وعقلك مش معاكي، عقلك متلخبط مش عارفه الصح من الغلط، مش عارفه بتعملي ايه. فين زينب؟ فينها؟ دي لما كانت بتتكلم تاخد العقل، اللي قدامي دلوقتي مش زينب، دي واحده تانية. وانت كمان مش مروان، مش مروان اللي انا اعرفه، مش الشخص اللي انا قعدت وارتحت لما اتكلمت معاه. كنت حاسه ان انت الوحيد اللي مختلف عن كل الناس اللي موجوده هنا. انت عارف انا تخيلت ايه؟ ان انت هتطلع هنا وتطلعني من المكان اللي انا فيه ده وتقول لهم ان زينب براحتها، هي حره، هي الوحيده المسؤوله عن تصرفاتها. تعال اقعد اقعد. زينب ما تزعليش من الناس اللي بتحبك وخايفه عليكي حتى من نفسك. انا مش في خاطر عشان حد يخاف علي،
هو ده الخطر بحد ذاته، لما تكوني وسط النار وتفتكري انها الجنة. مهما كانت الخلافات اللي بينا ما توصلكيش تعملي كده، ما توصلكيش شيء. الحمدي يا زينب، الحمدي تأخروا أي واحدة، أي واحدة في البلد تأخروا واحدة كيف دلال تقول نعم وحاضر. حاضر يا سيدي فوق دماغي، وده مش انتي، مش انتي. فين زينب اللي كانت تتكلم على الجواز وتتكلم على البيت وكيف تحقق أحلامها وطموحها؟ فين هي؟ فين هي؟ فين هي؟ زينب أنا جاي أتكلم معاكي، وعارف إنك هتفهميني وتعرفي إني على حق. أمك قتلت أبوي الصح؟ صح، أقسم بالله ما هو صح. بلاش تحلم، بس أنا عارفة ومتأكدة إن صح. والمستشفى يا زينب، وشهادة الوفاة يا زينب، ما تخليش الشيطان يلعب في دماغك يا زينب ويخسرك ناسك يا زينب. أبوك قتل خالي. خالك كان غلطان، ودي لحظة شيطان، لحظة شيطان. طب أقول لك، أنا عايز أفرض إنه كلامك ده صح تضيعي نفسك. طب لو كان خيري هو اللي قتل أبوك، كنت هتعمل إيه؟ كنت هتسكت ولا كنت هتضيع نفسك؟ رد عليا، أنا عايزة منك إجابة، بعدها أعمل اللي أنت عايزه. دي مش سؤال. بقول لك أفرض. طب لو كان حد اثبت لك ان امي هي اللي قتلت ابوك، كنت هتعمل ايه؟ عمري ما كنت هصدق الكلام الفارغ ده. مروان اللي انا اعرفه بشخصيته بوشك بملامحك دلوقتي بتقول ان انت عمرك ما كنت هتسيبها. ده انت كنت ممكن تولع فينا كلنا عشان انت بس تبرد. مروان بشخصيته عايز اقول لك حاجه، هو بيخاف عليكي، بيخاف قوي كمان. افهميني. عندما أكون أمامها ينتفض قلبي، أصبح عاجزا طفلا أبحث في عينيها عن عشق يراقص أعماقي، عن سكون يزيح كل هذا الألم عني. أريد أن أتنفس من عشقها، أريد أن أقترب أكثر مني إليها، أريد البوح بكل صمتي، أريدها هي لا شيء آخر، أريد كل هذا الحب. سأرفع رأسي للسماء وأناشد ربي علّه يسمعني ويزرع في قلبها حبي. زينب، زينب يا معشوقتي، لدي رغبة بالاعتراف ورغبة بالاقتراب ورغبة أخرى. مفيش حل، زي ما قال أبويا لازم أتجوزها. من غير ما يقول أنا عايز أتجوزها.
عايزه تمشي غوري، مش همسك فيك ولا هقول لحد يمسك فيكي، بالك هقول ايه؟ غفلتني وهربت. انت خايفه عبد الحكيم يجوزني مروان مش كده؟ يا بنت، وهو لو جوزك مروان ياك عشان تتهني ولا انا هخليكي تتهني؟ لا، وبعدين ما كفايه البلوه الثانيه اللي جات لي. طب يقولك بقى ان انا مش ماشيه من هنا؟ يعني ايه يا بنت؟ عجبك القعده؟ ده انا عجباني القعده هنا قوي، انت مش متخيله. ولو وصل الامر ان انا اتجوز مروان هتجوزه. هي كريمه بعتك انت واختك عشان تحوطوا على الولد؟ وانتي وعمي فلوسكو كلها كل حاجه هتبقى بتاعتنا. اه، ما انا اصلي هبقى موالي العهد، واختي ريتال خلاص بقت موالي العهد. عشم ابليس في الجنه. يا ستي وماله، براحته سيبيه يتعشم زي ما هو عايز. انتي ايه مشكلتك؟ مش واثقه ومتاكده ان مفيش اي حاجه من الحاجات دي هتحصل؟ عايزة تمشيني من هنا ليه؟ لا اقعدي، هتشوفي أيام سودة. مش أسود من اللي أنا شفته. لا أسود. أنت شفتيش حاجة عاد. وليه ما تقوليش إن أنت اللي هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه يا جبرية؟ اتأخرت عليك، معلش. ولا يهمك. على العموم أنا رجعت الناسي وقالوا لي السعر مناسب وهم ما عندهمش مشكلة، بس كاش والنبي. فلوسك هتكون عندك عند المغرب إن شاء الله. إن شاء الله. إزيك يا أستاذ حسن؟ فينك؟ موجود. موجود فين يا راجل؟ وإحنا بنشوفك. ما تيجي تقعد مع أخوك هنا وتساعده في الشغل؟ ده المال مالك، ما ينفعش كده ولا إيه يا ابني؟ هيحصل إن شاء الله. 5500 يا عم مروان، ما ينقصوش مليم. حاضر، أنا عمري قلت كلمة ورجعت بيها؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. وعليكم السلام. كان عايز إيه؟ أنت تعرفه؟ لا، بس من الواضح إن في حاجة مهمة بيننا وبينه. عايزين نشتري أرضه. هو إحنا ناقصين أرض؟ أبوك اللي عاوزك ده، روح قل له. ما تقولش أنت ليه؟ مش أنت الكبير؟ مالك؟ في أي حصل؟ اسمع، أنت لو فاكر إني أنا مجنبك تيجي تقعد هنا تبقى غلطان. محدش يقدر يعمل كده. صح، محدش يقدر. صح. اسمع يا ولد ابوي، لو عايز تيجي هنا ومن بكره تعال، فكر واعجلها وشوف انت عايز ايه. الفلوس يا باشا. الحمد لله. قولي محروس، الحج فين؟ والله مش عارف، في واحد جه ساب له بتاع كده وقال ايه عايزينه في النيابه. بتقول ايه؟ هو ده اللي حصل. ما قلتش ليه يا حمار؟ وبعد ذلك يا كريمه، مفيش فايده، حتى بعد بنتك ما بقتش هايله من الواد، واللي جاي كله هيروح ليه؟ ايه رايك بقى في الكلام اللي انا قلته يا حاج؟ البت بتي وانا عمها، وبيتي هو بيتها، وكلام امها ده ملوش عازه،
وانت عارف عادتنا حضرت وكيل النيابة. يا حاج انا فاهم وعارف ومقدر موقفك كويس، بس انا قدامي بلاغ والقانون بقى ملوش علاقة بالعادات والتقاليد. وانا ماليش صالح بالقانون، القانون مش هيحل اللي بيني وبين كريمة، مش هيخليها تشيل اللي في راسها، القانون ده مش هيخليني اهم البنات اخوي واسيبهم يترموا في النار. انت ما خبرش اللي انا بقوله ولا ايه؟ يا حاج انا عارف، بس لو اضطريت اللي انا استجوب البنت والبنت قالت اللي انت خطفتها فعلا، ساعتها بقى هيبقى في مشكلة كبيرة. خطفتها كيف يعني؟ البنت خرجت معايا برضاها، اسأل اهل البلد كلهم. طب ايه رأيك ان انا هجوزها لولد الكبير؟ ما الست كريمة قالت اللي انت خدت البنت علشان تجوزها لابنك وتستولى على مراسها الشرعي. مراسها؟ باين عليك ما تعرفش مين هو عبد الحكيم. عارف يا حاج، بس انا بشوف شغلي. ده انت ناوي تسجن بقى؟ لا يا حاج، انا بسأل بس عشان نبقى خلصنا. البت عندي وفرحها الجمعة الجاية، يعني محدش هيقدر ياخدها من بيت عمها حتى لو بالموت. يعني انت خدت البنت برضاها وموافقتها وامها عارفة وكان في ناس واقفة وشاهد على كده؟ البلد كلها تشهد بده. خير يا بول؟ خير في ايه؟ مفيش. بقول لك ايه، خد السواق خلي معاك، انا هاخد العربيه انزل مصر مخنوق، عايز انزل اريح اليومين. اجي معاك؟ لا. طيب خلي السواق يوصلك. انا اللي حاسوق يا ابوي. وشك مش مريحني. في ايه؟ خايف على زعلي؟ احنا كلنا عايشين على حسك يا ابوي. نعم بتكرهيني صح؟ والله ما عارفة عندك حق ولا لا. عايزة ايه؟ عايزة اتحدثي معاكي. جابرية بعتكي عشان تخليني امشي مش كده؟ طب انا بقى مش هتحرك، علشان لو مشيت من هنا العملية هتتكلفت وتبقى خلصت وخلاص، وانا عارفة ان امي مش هتسكت، بس انا بقى عايزاها لما تجيب البوليس وتيجي تلاقينا هنا كلنا بربطة المعلم وانا محبوسة في الأوضة دي، علشان انا هقول ان هو خطفني وحبسني وهيجوزني ابنه بالعافية. هي جبرية عايزاكي تمشي؟ يا سلام، ده يعني على أساس إنك ما تعرفيش؟ زينب، هو إحنا لينا فلوس كانت دايما ميراث أبويا؟ إيه؟ أنت بتسألي ليه؟ لا خلاص، ما بسألش ولا حاجة. كتير يا فوزية؟ كتير قليل، خلاص ما عايزاش أعرف. ملايين. ملايين؟ لينا كلنا ولا لكل واحد فينا؟ كل واحدة ليها على الأقل 5 مليون جنيه، أنتي بقى لوحدك ليكي أقل حاجة 10 مليون جنيه. معقولة؟ 10 مليون ليا لوحدي؟ بس دي كتير. إحنا اللي عندنا برضو مش شوية. هو متر الأرض لما يبقى مباني بيبقى سعره على مش كده؟ انتي عارفة يا فوزية، انتي لو كنتي خدتي فلوسك من زمان كان زمانك بقيتي عاملة ازاي دلوقتي؟ كان زمانك دلوقتي متجوزة واحد احسن من محروس ده مليون مرة، بيه كده عليه القيمة، حاجة تليق بيكي. بس محروس بيحبني. حب ايه يا فوزية؟ الراجل هنا عندكم في البلد بيتجوز الست على حسب المال والعيلة والعزوة، علشان العزوة والعيلة هم اللي بيبقوا سند العيال بعد كده. وانا يعني كنت هعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ شوفي حياتك،
تسافري تتبسطي تشوفي الحياة اللي انتي محرومة منها. انتي حيالله هنا ليكي أوضة جوا بيت مالكيش فيها غير سرير ودولاب يا فوزية. محدش بياخد أكتر من نصيب. نصيبك موجود وكبير قوي بس انتي اللي سايباه. هي جبرية كانت عايزاكي تمشي ليه؟ خافت مش عايزة حد ياخد حاجة لأنه بجوازي من مروان هبقى حطيت إيدي على كل حاجة أنا وريتال. إيه؟ تفكري في إيه؟ بس عبد الحكيم مش مخليني محتاجة حاجة. لا مخليكي حرمك من حياتك. فكري كده أنت لو معاكي فلوسك دلوقتي كان في كام واحد جيت رمى تحت رجليكي عشان يتجوزك؟ يبقى حماني. هو عارف إن اللي هيجي هيبقى طمعان فيه ياخد فلوسي وبعد كده يرميني. تحكي على نفسك يا فوزية. اللي معاه كتير بيتجوز اللي معاه أكتر عشان يحمي عياله من غدر الدنيا. طب ما عبد الحكيم عنده كتير واللي هيجي هيبقى عارف إن أنا ليا ورث كبير. اللي جاي عارف إن عبد الحكيم حاطط إيده على كل حاجة وهو اللي ماشي كل حاجة. محدش ليه كلمة غيره. على فين؟ حنان هتردي عليا يا بنتي؟ مالك فيكي ايه؟ مفيش حاجة يا ماما. انتي قابلتي عزت؟ اه. وازايه؟ يعني اتفقنا ان احنا هنرفع القضية اليومين الجايين. وهو عامل معاكي ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. لسه واخد على خاطره منك مش كده؟ واخد على خاطره ومش واخد على خاطره خلاص ما بقاش يخصني يا ماما. انا اللي يهمني دلوقتي ان يقف معايا في اللي انا عايزه اعمله وبس. مش باين عليكي يعني ان عزت ما بقاش يهمك؟ انت عايزه تقولي ايه يا ماما؟ لا اوعي تكوني فاكره يعني ان انا متضايقه مثلا ولا لسه بفكر فيه. لا ده انا شلت الموضوع خالص من دماغي. انت بتغلي من جواكي وبتهلي وبتنكتي ان هو سابك وندمانه ندم الدنيا والاخره. هندم ليه؟ ده الموضوع خلص خلاص. مخلص وانا متاكده. انت عارفه لو فتحتي لعزه السكه تاني هيجي لك جري. عارفه ليه؟ عشان عزه راجل جدع وغير كده وكده بيحب. عارفه يعني ايه بيحبك؟ ماما لو انت دخلتي على عيله ولقيتيهم بيقطعوا بعض عشان الورث ساعتها هتقولي عليهم ايه؟ على فكره انت مش ملزومه باي حاجه ولو عايزه تشيلي ايدك من القضيه شيليها. لو اللي انت هتعمليه ده هيقربك من عزت بس خلي بالك معناها ان انت بتتخلي عني وعن اخواتك البنات وعن حق عبد الله ابوكي وعن ارضه وعن ورثه. فهمتي؟ اطمني يا ماما. انا عزت بالنسبه لي مجرد محامي وانا معاه دلوقتي علشان حقنا وحق بابا وبس. انت متاكده؟